صياد الرماد صد لي بنية قلبي بشيبة صادو غصبا علي يا صياد. ما بين استخراج السمك من النهر ووصوله إلى المشتري أو المطعم رحلة طويلة كلها معاناة من أجل لقمة العيش لا يشعر بها محبو أكل السمك كما يقول الصيادون. وهناك أسواق خاصة للسمك تنتشر بين الكرخ والرصافة في بغداد، فيها أنواع مختلفة من السمك أبرزها سوق الشواكة. خلوني أسهر أنشي بالرايح جار عن ولفي ماما قلبي بشبة صادو خلوني أسهر أنشي بالرايح جار عن ولفي ماما لا هو أشقر حيل ولا هو تمري عيون وساء نظرة تتحار همسة غزل يا ناس وجناتها